10 مش الحين مشاري بعدين انا مشاري عقمان تعال اسمع حكم مين ارفع صوتك يا اقرا هنا عنده بدون تدخل صوت يا عيال ترى دائما ادخل كلمات ما فيها لا ملك الصيد هذا ارفع صوتك فهد هذا معروف وش ذا المعروض ذا اللي تقراه يقول والله طويل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوي فهد بن فارع يمين المقدم يقوم وتشقلب على الثيل عطني وصل الورقة عيل وصل الورقة يلا يمين المقدم أقرأ إيش مكتوب يا عبد الله يقول اختار شخص معاك وقوم باختيار شخصين بتغيير اللوك كامل بحيث يكون كل شخص مسؤول عن اللوك اللي معاه والأفضل يفوز من خلال تغيير المقدمين هذا وليد حنفي عادة يعني مثلا يطلع فهد ياخذني ويختار مثلا فيصل واحمد كل واحد يختار الخويه اللي معه لبس معين لوك معين وانتم تقيمون طيب تبون نسويها تحدي كيف ان تاخذ معك واحد وتاخذ ضدكم اثنين وتغيرون كلكم الاربعه لوكاتكم زين تروحون تغيرون وتجون بسرعه نسوي تحدي ان الاثنين الفايزين باللوكات كل واحد لهم كل واحد له 250 سهم والجمهور هو اللي صوت مو بل يا ها وش رايكم؟ اي بس مو بالحين ما راح نسوي نهايه الفقره. انت واحد اختار لي تختار لك الحين ثلاثه معك، انت واحد معك خويك اختار من حلق اصلع يطلعون بصلع مالي شغل الحجاج مالي شغل عبد الرحمن غالب السيف هذا مستحيل اطلع ولا انا ناخذ ال 250 انا والفريدي لا انت كذا صابط العمر كنت علي وش اسوي؟ لا وش تسوي؟ ما انت ما تتحكم انت تختار اثنين يسوون هم اللي يبونه بكيفهم خلاص احنا راح نطلع غالب وسيف فهد بس يطلعون صلع لا ما كيف هم يسوون النيو لوك حقهم عاد بكيفهم عبد الرحمن غالب وسيف فهد يا رجل شفت مقطع محمد ال عبيان اقسم بالله اني مت من الضحك لا لا جا 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 يوم يصيح يقول انا 10 ايه والثلاثه عليك السلام مرحبا انا 10 انا 10 مرحبا لا اسمع كيف الحال شلونك ساك طيب الله يحييك هلا وين ها لا انت قد سحبت ولا ما قد سحبت ها تعال عبد الله تعال اسحب خلاص نختار مسفر برميث عبد الرحمن غالب على وين خله نتحداه مفضل لك تدري كنسلوا حقتكم ذي انتم فهد بن فارع متحزبين انا اختار الحين دقيقه اصبر اصبر عثمان اقعد مستعجل دايم عثمان لا لا لا, 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 لا